الحوار الاجتماعي كما قلت اسمحوا لي زمان نقول لكم هذا الامر لان هذا الجانب المهني يعني درت فيه سنوات عايشت مختلف الحوارات الاجتماعيه المقاربه غيرناها راسا على عقب. الاول انه كاين المؤسسه الحوار تنخلق فضاء تفاوضي فيه تبادل الراي حول القضايا الراهنيه مع النقابات ومع السجان في مختلف القضايا اللي تتهم بلادنا. والحوار تاع سبتمبر تيكون دائما محطه اننا نوقفوا حتى عند التوجهات الكبرى لمشاريع قوانين الملك. والمساله الثانيه اللي جديده في هذه المساله كما قلت بانه بشكل ارادي كان لابد بعد غياب يعني حوار اجتماعي او تفعيل لزياده في الاجور دامت اكثر من عقد من الزمان كان لابد ان هذه الطبقه المتوسطه انها تستفد من يعني زيادات مهمه. وهذه الطبقه المتوسطه بالمناسبه احنا اللي استفدوا اكثر من 4.2 مليون الاسر. الغلاف المالي نتاع هذا الحوار الاجتماعي في سنه 26 ان شاء الله هو 45 مليار نتاع الدرهم. دونك حنا تنقيدو في لا كولون ديبونس باش نعرفوا هذيك 90 من جات اللي قال السي حجيره. دونك هذا الحوار الاجتماعي والمنطق والفلسفه نتاعو تم تغييره. التعامل مع الظرفيه اللي عرفتها بلادنا وعرفتها المنطقه كان فيها مجموعه من الاجراءات انيه بين 22 و 23 صرفنا 64 مليار نتاع الدرهم. في مقابل وهذا هو الاساس 41 مليار نتاع الدرهم اللي كانت مبرمجه في قانون المالي. معناه ان الدوله ان الحكومه اضافت 23 مليار درهم اضافيه في المقصه باش يبقى الثمن ديال الخبز في المستوى نتاعو، باش يبقى الثمن ديال القمح هو 270 درهم، هو اللي تيضمن الخبزه بدرهم فاصلة 70، هو اللي خلى الغاز بيتان يبقى في الاثمنه المستقره وراه ان الطن داز 1200 دولار الى غير ذلك. معناه ان كان مجهود تكونسومات 64 طن هضر عليها تكونسومات في 23، حنا في 24 دابا 64 مليار. الامور بالنقل وباش نحافظوا على الاثمان كما تعرفون 7.8 المليار تاع الدرهم اللي مشات.